لا المباشر كنت سنو غير يطلعوا الناس. ما غاديش عاد تصور اسال الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي، هذا السيد الكبير العمر ديالو 40 سنه، هو اب لجوج وليدات، كان كيشتغل في البناء، لكن مع الاسف انه الصحه ديالو خانته اللي خلاته واحد الحاله يوصلها كيف ما غنشوفوا كيف ما نسمعوا القصه ديالو المؤلمه. كذلك هو كيتواجد في البوليس الصفيح وعندو إفراغ وعطينو أجل ديال أسبوع. غادي نسمعو. مرحبا بك سي ناصر، ياك سي ناصر. مرحبا بك ومرحبا بكل المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو، لأنك تستحق تبارطاجا. سي بن ناصر، عاودنا القصة ديالك من الأول حتى الآخر. مرحبا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنوجه لكم تحية والمطلب من المسؤولين. انت شكون؟ السي ناصر المنصف، الله يجازيكم بخير. من مدينة القنيطرة، كنسكن في بير رامي وساكن في واحد السكن صافح غير لائق، وهذاك السكن الصافح غير لائق اليوم كتواجد ليه الدولة بغاتو بالدرجة. نعم كمل. بالدرجة بغاتو الدولة بأنه بغات، قالت لي بغات الإفراغ، وأنا اليوم كنطلب من سيدنا ومن المسؤولين الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. راه كنت صحيح وكنت في الصحة ديالي. كمل زيد. كنت صحيح وكنت في الصحة ديالي، واليوم الحمد لله خانتني الصحة، وراكم نتوما عارفين أي واحد تخونو الصحة كيفاش كيولي. وعندي جوج وليدات وعندي مرأة، وهاد المحيل كنت حامل على الله ومساترني ومدخلني من الشو ودخلني من البرد، واليوم قدر الله فما شاء فعل. وبغيتكم اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن تشوفوا من جهتي ومقلب بالرحمه، وتشوفوا راه الا ما عنديش مساعده ولا مشاو تخرجوا لي حوايجي راه غادي نترمى للزنقه انا وهاد جوج وليدات، وما فيا ما تشرفت انا لهما، وما عنديش حتى الصحه باش نكيب عليهم. يعني برا انا مريض، عندي واحد مشكل ديال العمود الفقري، السبب ديالو كدرت واحد العشوب غير لائق. ويا كتعرفوا لي يعني الانسان كيخدم معاه في البني حالة تمام على قد الحال، يعني ما غاديش يشطلك باش تشوف الطبيب وباش تشوف الادويه. جراو معنا محسنين وتواصلوا معنا وتقضيو معنا الغلط، ولكن الله يخلف على اي واحد، والله يخلف على اللي ساعدنا، والله يخلي لنا هاد الناس بحالكم. واليوم اخوتي راه كنطلب منكم وكنطلب من الله هاد النهار الجمعه، يعني شوفوا اخوكم في هاد الحاله هادي. راه اللجنة واقفة على هذا المحل، عطاتني مدة أسبوع، ولا ما ولي حوايج الزنقة، ما عندي فين غنكون، وما عندي باش نكري، ما عندي باش نعيش، ما عندي، غادي نتشرد أنا وهاد الوليدات. شوفوا فيا من حالي ومن حال هاد الوليدات، الله يجازيكم بخير، خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، خارج الوطن، بغيتكم تشوفوا من حالي، ورا الخدمة راه هي اللي كانت ساتراني، ولكن خانتني الصحة، قدر الله ما شاء فعل. راه أنا ما كنتش واحد إنسان طيب خدام بدراعي كنجيب اللي قسم الله واكل شارب، يعني الحمد لله، ولكن اليوم كتعرفوا الانسان اللي كتخونو الصحه كيقدر الله فيما شاء فعل. كنطلب من الله وسيدنا الله يخليه لينا ونصره، والناس تشوفوا من حالي، وبغيت شي يد مساعده ضروريا واقف عليها، لانه هو اللجنه قالت لي خاصك تخوي هذا المحل، وانا لا خويت هذا المحل، يعني جاو ريبوه، ما عندي فين نمشي، وما عنديش باش نكري، وما عنديش باش نكون. والله يرحم لكم الوالدين، والله يجازيكم بخير. نعم والله يرحم لكم الوالدين، والله يجازيكم بخير. انا نشوف كل حاجه. سي ناصر سمح لي، بغيت نسولك الله يخليك، شحال انت مريض؟ عاودنا كيفاش داك المرض؟ عاود بزاف الحوايج. هذا المرض هذا خويا جاني بسبب
باش انا وخويا كانوا عندي باسر وجاني واحد الانسان، يعني راك عارف الانسان كيكون خدام غير في الفيديو كيكون خدام بواحد الثمن قصير. قال لي واحد الانسان واحد السيد قال لي دير الحجه، ودرت هذيك الحجه درتها قويلبات، وهذيك الحجه هي سبب لي باش دارت لي هاد الاعاقه في ظهري، لانه هو فاش درت معايا قويلبات هي اللي دارت لي هاد دارت لي الاعاقه في ظهري. وهذه مده 6 سنين وانا كنعاني من هاد المشكل ديال المرض، ويعني ما بقاش اللي وصلني واللي يكون بيا. كانوا معايا محسنين الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم والله يجازيهم بخير، وما لقيتش اللي وصلني. واليوم الحمد لله تنطلب منكم تشوفوا من حالي، فهمتي؟ هذا هو السبب اللي كيفاش شمرت انا وكيفاش ولات عندي اعاقه في ظهري، وما كنقدر لا على تقول لا ما نهز لا ما نحط لا ما نقدم لا ما نأخر. فاش كنتي خدام؟ كنت خدام في البني، كندير الضالات في الموقف، يعني ما خليتش في الخدمه، خدمت في كازا، خدمت في الرباط، خدمت في السلاق، خدمت في قريطرا، خدمت في الجبل، ما خليتش بلاصه اللي ما خدمتش فيها، فهمتي؟ وكاينش اللي ما الحمد لله الناس راه كيعرفوني، ما كاينش الحمد لله اللي ما تيعرفليش. واش كنت نخدم، واش كنت نجيب بالجوج لوليدات، ولكن اللي هو خاتني اخوان، خاتني اخوتي الصحه خاتني. وانتم كتعرفوا الانسان المواطن راه ما عندوش من غير الكتيفات ديالو، من غير الصحه ديالو اللي باش غيخدم، باش غيتواصل، واش غادي يصرف ويدخل دخول لوليدات، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. هذا باش مرضت، هذا هو السبب علاش مرضت. شحال الوليدات وشحال في عمرهم؟ الوليد عنده 11 عام والدري عنده 65، راه لا يرتاق، راه واحد الحاله لا يرتاق لها، زعما راه عطحت في بنت الناس هي صباره والله عمرها دار وكتصبر وغادي يمكن في حبل قسم الله. وما كاينش اخوتي اللي زاد زيرني واسس عليا كنت رقمت العيش باش ما كانت تجيب مع المحسن، ولكن السكره هي اللي انتوما كتعرفوا السكره شنو هو. السكره ملي تيقول لك واحد الانسان خويا خوي باش نعطيك، يعني بقيت انا دابا غير اللي يساعدني يكري ليا، وباقي عندي الدراري تيقراو في المدرسه راه انتوما عارفين العطله باقي ما شدوهاش، باقي الدراري تيقراو في المدرسه، وبغيت على اليد مساعده اللي يساعدني يشوف من حالي ومن حاله الوليدات يسكنهم على مال هي بولدي القرعه ويحضر الله سبحانه وتعالى. الله يجازيكم بخير والله يرحم. شحال الرقم ديالك؟ الرقم ديالي 06 23 42 64 34. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شفت فيه هذا الاب اللي كيبدا العمر ديالو 40 سنه الحاله ديالو انتهى، كيف ما سمعتي وكيف ما تابعتوا معنا متابعين اب الطفلين، واحد البنت عندها 12 سنه والطفل عفوا الطفل عنده 12 سنه والطفله عمرها 5 سنوات، كيطلب من قلوب رحيمه كيقول الله يجزيكم بخير لما تشوفوا من حالتي ساعدوني، ان ما عنديش كيفاش ندير صحه خانتي الصحه خانتني عفوا، فكيطلب من قلوب رحيمه انه تساعدوا. فالرقم ديالو كاين في الوصف، ونقول لكم الرقم ديالو اللي هو 06 23 42 64 34. هذا الرقم 06 23 42 64 34. والله يدعو اجر محسنين. فشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في لقاء اخر. كذلك كنطلب من جميع المتابعين الافاضل اللي ما خديش يعاونوا على الاقل يبارطاجي باش يوصلوا قلوب رحيم. الحمد لله كيف ما تعودنا دائما ان الحمد لله في هذه الحالات كنساعدوا بعضياتنا، خصوصا حنا المغاربه كنساعدوا مع بعضياتنا وما نخليوش خونا بهذه الحاله. فشكرا مره اخرى والى اللقاء، جمعة مباركة.